متابعينا ومتابعين اليوم السابع، برحب بيكم في فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا النهاردة معانا نموذج متميز من ولاد محافظة الشرقية، هي الطالبة شهد عبد الوهاب في الصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات الجديدة التابعة لإدارة من الأحمر. شهد بسم الله ما شاء الله متميزة في الشعر ومتميزة في القراءة، هي حصلت على المركز الأول على مستوى مشيخة الأزهر في المشروع الوطني للقراءة، وكمان حصلت على المركز الرابع الجمهورية. ده بالإضافة طبعا زي ما ذكرنا لموهبتها في الشعر وفي الخطابة، هي يعني متعددة المواهب. احنا برحب بيك يا شهد على اليوم السابع. الأول ألف مبروك يعني مركز رابع جمهورية وأول على مشيخة الأزهر. لو تكلمينا عن مشروع تحدي القراءة وازاي انت استفدت منه وشاركت فيه بكم كتاب؟ اول حاجة مشروع تحدي القراءة والمشروع الوطني للقراءة من مطلقين من مؤسسة البحث العلمي التابعة لدبي، بالتنسيق طبعا مع جمهورية مصر العربية والتربية والتعليم والأزهر الشريف. اشتركت في تحدي القراءة في الموسم الخامس، كان وقتها لسه المشروع لم يتم إطلاقه. اشتركت عن طريق المعهد من مشرفتي السابقة الأستاذة فائقة المحمدي، اشتركت بيه ولخصت 50 كتاب اخترتهم في مجالات شتى. هو في شرط ان يكون في تعدد في المجالات، اخترت كتبت في 10 مجالات وفزت فيها اول حاجة في الموسم الخامس بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية. والسنة دي اشتركت في المشروع الوطني وتحدي القراءة وأحرزت المركز الأول على مستوى المحافظة في تحدي القراءة والمركز الرابع جمهوريا في المشروع الوطني للقراءة. ما شاء الله. طب كلمينا كده عن الكتب اللي انت شاركتي بيها والمجالات اللي انت حرصت ان انت تختاريها في المسابقة. انا مجالاتي المفضلة التنمية الذاتية البشرية او الفلسفة والتاريخ، طبعا الجغرافيا برضو شوية. اشتركت مثلا كتابي المفضل وكاتبي المفضل دكتور مصطفى محمود في كتاب الشيطان يحكم، اشتركت برضو بكذا كتاب لدكتور ابراهيم الفقي التنمية البشرية والذاتية، وكتاب استرجع عقلك لياسمين مجاهد، كتاب العدل مبدأ أو غاية لدكتور محمد بكر إسماعيل، كتاب 10 مبشرون بالجنة، الديناصورات لدكتور ألبير مطلق، الطب البديل لمحمد برهام المشعلي. يعني نوعت في المجالات وفي الكتب كتير. انت لخصت طبعا يعني فكرة التلخيص كانت ازاي، وهي ابرز يعني الرسائل اللي انت حبيتيها يعني حبيتي توصليها في التلخيص؟ يعني كلمينا عن ابرز فيهم كتاب، يعني احنا مش هنقدر نتكلم على 30 كلهم. هو اول حاجة التلخيص بيكون في مدونات، في المشروع الوطني بيبقوا مدونتين، مدونة التلخيص الاولى 15 كتاب، كل كتاب في صفحة بنكتب فيها اسم الكتاب وعدد صفحاته دار النشر، عدد صفحات الكتاب ودار النشر واسم المؤلف ونوع واسم الكتاب طبعا ونوعه، يعني اي مجال هو، وبنلخص الكتاب بالفكرة وعنوان بديل مثلا، وبعدين بنكتب تلخيص الكتاب واستفدنا ايه من الكتاب. من الكتب اللي استفدت منها زي ما قلت كتاب العدل مبدأ أو غاية محمد بكر إسماعيل، هو بيحكي فيه بيقول إن العدل هو أساس المجتمع ومبدأه وغايته ووصوله إلى الحقيقة، ولا يسمى عدلا إذا بلغ منتهى، فلو عاش الناس على الأرض بلا دين ولا قواعد تحكمهم لكانوا أضل من الحيوان سبيلا، والعدل يكون في كل شيء مثل الزوجات والمواريث وفي كل شيء، لأن الله تعالى أوجب علينا العدل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب يعني المسابقة أكيد كان فيه منافسة قوية ما بينك وبين يعني مشاركين، ما شاء الله ورينا كده الميدالية الحلوة دي، ميدالية المركز الرابع دي الميدالية. كلمينا يعني عن مشاركتك بقى في المسابقة، وإيه أبرز يعني كده المجالات اللي أنت كنت خايفة وأنت بتشاركي فيها إن يكون صعبة عليك يعني. اللي انا بخاف منه اكتر اثناء التلخيص هو رد فعل المحكم، هل هو هيحب الكاتب اللي انا بتكلم عنه ولا لا،
هل هو متفق معايا في وجهات النظر، هل هو تقبل وجهة النظر المختلفة او لا، هل طريقة تلخيصي يعني شايفها طريقة تلخيص كويسة. وطبعا المنافسة كانت شرسة، يعني في المشروع الوطني 3.5 مليون مشترك، في تحدي القراءة 17 مليون مشترك. المنافسة ده شرسة ما جدا. شاء الله ملايين، يعني انت طلعت الرابع على ملايين يعني. الحمد لله. الحمد لله. بتتم بقى عن طريق تصفيات معهد إدارة منطقة جمهورية، وبعدين الترتيب للخمسة الأوائل على الجمهورية بيتم الترتيب لهم في ترتيب آخر، يعني في منافسة أخرى. وطبعا في كل مرحلة المنافسة بتشتد، ولأن احنا بيختاروا فيها صفوة الصفوة من القراء، فكل مرحلة بحاول ان انا اطور نفسي اكتر، اشغل موهبة اكتر، القي شعر مثلا قدام اللجنة، او اقوم لغتي العربية، لان طبعا اللغة العربية من اهم المعايير. وايه تاني، ان انا اتكلم في مجالات معينة، ان انا يكون جواب له علاقة بالسؤال اللي اتسأل، ان يكون عندك خلفية عن الكاتب، حياته وبيكتب ايه وبيصور ايه ومين اشهر الكتاب، ويكون برضو مش لازم كتاب عرب، كتاب من يعني من الاجانب من بره، يكون عندك مواهب متعددة، يعني في كذا معيار يعني الحقيقة ان كتير. شاء الله، يعني ما شاء الله يعني عليك في القراءة وفي الموهبة. ما فكرتش ان انت تستغلي الموهبة دي، ان انت فعلا تلخصي الكتب وتعمليها مثلا زي ليك موقع على الانترنت او صفحة على المواقع التواصل الاجتماعي، ان انت تقدمي للناس تلخيص، خصوصا انت عارفة الجيل الصغير يعني، او جيلك من بعض الشباب يعني ما بقاش بيهتم بالقراءة زي زمان. والله ان شاء الله في الخطه، يعني انا اصلا بطمح ان انا ابقى مذيعه، لان انا بحب اتكلم وبحب الشاشه، فبحب يعني بحب اتكلم في مواضيع، اتكلم في مواضيع علميه، في مواضيع ادبيه، في كذا موضوع. فانا بطمح ان شاء الله يعني ان انا اعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، انشر فيها الكتب اللي لخصتها، شعر وهكذا. ربنا يوفقك يا رب. طب لو تقول لنا بقى بيتين شعر كده في دقيقه نسمعهم لمتابعين اليوم السابع. تحية للأزهر الشريف. الله أكبر لم تزل والمئذنة، ومواكب التوحيد تخطر مؤمنة، ذو الألف عام لا يزال شبابه، وعطاء راحته حديث الألسنة، صان الشريعة والعروبة شامخا، وأضاء ساحتنا طوال الأزمنة، تسعى الشعوب إليه تخطب وده، ليمد في كرم عليها أغصنة، يتناول النشأ الصغير بحكمة، فينير جوهره ويثقل معدنة، ليشب داعية قويا مؤمنا، يدعو لأسباب الحياة اللينة. يا ساحة المعمور لن تتقهقري أبدا، ولن يخبو نداء المئذنة، ستضيء بالإسلام كل حياتنا، ويظل للقرآن كل الهيمنة، فانشر على الدنيا شعاعات الهدى، لا يشغلنك ما تلوك الألسنة. حضرتك على اليوم السابع، ولو حضرتك تكلمنا على يعني ألف مبروك لشهد على التفوق، وعلى رعاية منطقة الشرقية الأزهرية للطلبة المتفوقين عموما. الحمد لله الموصوف بصفات الكمال، ومن عدت من عد الجلال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق الإنسان والمتحدث بالقرآن والمنعم عليه بالفكر والبيان، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، وصفه ربه في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه ليوم عظيم في تاريخ مصر العظيمة وتاريخ الشرقية، بأن نزوج بنتنا شهد إلى الأزهر الشريف بهذا المركز العالمي في حصولها على هذه الدرجة العلمية وهي في مهد الصباة. ومن هذه الأمم نهدي هذا النجاح لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ايضا نعلن من خلالها ونبشر فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الازهر الشريف باننا على نهجه سائرون ان شاء الله تعالى، ولطموحاته ان شاء الله نسال الله ان نكون عند اهل ثقته في هذا الامر، ونحقق له الطموحات التي يسعى من خلالها،
ويصلوا من خلالها إلى استعادة الريادة الأزهرية العلمية إن شاء الله تعالى. كما نشكر فعالة فضيلة الإمام الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المياه الأزهرية إذ أنهم سمحوا لنا بهذا التكريم وأن نصل وأن نمشي خلف أبنائنا وبناتنا في داخل المعاهد الأزهرية ونفتش عنهم ونخرجهم للمجتمع على أنهم هذه نماذج الأزهر الشريف وهذه نماذج الأزهر الشريف. وشهد يعني ضربت المثل وحققت تحقيقا علميا وعمليا بأننا أمة الإسلام الأمة أمة العلم التطبيقي وليس النظري فحسب، إذ أن أول آية نزلت في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهذا إنما يدل على أن الأمة الإسلامية لابد أن تهتم بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، لأن أولى هذه الآيات كلها آيات علمية بحتة وليست نظرية، مما يدل على أننا لابد أن نفعل جميع أنشطتنا داخل المعاهد الأزهرية إن شاء الله تعالى. وأيضا نوع من خلال ذلك بأن أزهرنا الشريف وأبناءنا داخل المعمورة داخل وطننا الحبيب مصر، بأن الأزهر لبنة وأرض خصبة تنتج ما يزرع فيها من اجتهاد بل تثمر ما يوضع فيها، إذ أن هذه الفكرة ما زالت في مهدها.